على الديسلوكيشن، انهيليشن يعني انهيار اختفاء. فأنا عندي هنا مستوى بلوري، وهنا عملية الأتوم ديفيوز تو ريجن اوف تنشن، من ترتفع عندي درجة الحرارة بالريكوفري. هاي المكانات اللي هي خلينا نقول الايج ديسلوكيشن، اللي هي فقدان بسيط كامل من الذرات، تبدا الذرات القريبه منها اللي هي بها حاله شيد او كومبريشن، اللي بها كومبريشن تبتعد، اللي بها شيد راح تجي من الماده وتدخل بهاي المكانات اللي هي بالديسلوكيشن، راح تبنيها. من تبنيها ايش راح يصير؟ تاخذ مكان اللي هي ديس اوردر، راح يصير اوردر، راح تختفي الديسلوكيشن. اتوم ديفيوز تو ريجن اكسترا هالف بلين اوف اتومز. فايش راح يصير عندي؟ هذا الديسلوكيشن، هاي الديسلوكيشن هنا راح جت ذرات بمكان لغت، صارت الذرات مرتبه، بالتالي فنسميه ديسلوكيشن انهيليشن، يعني عمليه انهيار اختفاء تدمير الديسلوكيشن. فاش ترجع عندي بيرفكت اتوم بلين، يرجع لمستوى ذري مثالي. هاي الحاله الاولى، النظريه الاولى، السيناريو اللي يصير ب الريكوفري. في الحاله الاولى شو نقول؟ سيناريو 1 انهيليشن اوف ديسلوكيشن. الحاله الثانيه شو يصير عندي؟ كلايم ديسلوكيشن كان ناو موف تو ا نيو سليب بلين. هاي الديسلوكيشن تروح لسليب بلين اخر. فنقول شو يصير عندي؟ اثنين، جراي اتوم ليف باي فاكانسي ديفيوجن الاونج ديسلوكيشن تو كلايمب. فعندي ذره هذا السيت، خلينا نقول نجي هنا الحاله، واحد ديسلوكيشن بلوكت كان نوت بي موف تو ذا رايت. الديسلوكيشن اللي هنا الواقفه ما تتحرك، اوكي؟ بعدين شو يصير عندي؟ جراي اتوم ليف باي فاكانسي ديفيوجن. عمليه الفاكانسي ديفيوجن شو يصير بيها؟ الانتشار تسمح للديسلوكيشن انها تتسلق. الحاله الاخيره شو يصير عندي؟ كلايم ديسلوكيشن اللي هي اللي تسلقت، اللي مشت منها تحركت تسلقت، شو يصير عندها؟ ديسلوكيشن كلايم ديسلوكيشن كان نو موف تو ان يو سليب بلين. فهاي الديسلوكيشن راحت بسليب بلين اخر. واخر شيء يصير عندي اوبوسيت ديسلوكيشن ميت اند انهيليشن. فاني شو يصير عندي؟ نعيد الحاله من جديد حتى تفهموها. عندي هاي الاوبستكل ديسلوكيشن، اوكي، المدخل اللي هي تتحرك. فشو يصير بالديسلوكيشن؟ تصعد، زين، تصعد لمستوى اخر، يصير عندي كلايم، تتحرك هاي الديسلوكيشن، راح تجي ديسلوكيشن اخرى معاكسه لها. يعني هاي بيها بلين زايد هنا، وهاي بيها وبلين ناقض جوا اكيد. هاي شكلها هنا شنو؟ بلين زايد وهنا بلين ناقص. من تجي هاي تتحرك وتجي هاي تتحرك بمستوى اخر، يلتقن النقص مال هاي، هاي تكمل. فايش يصير عندي؟ الغاء، وحده تاكل الثانيه لينجنب اتجاه متعاكس، اوكي؟ فالسيناريو اللي يصير عندنا بعمليه الريكفري سيناريو، يعني احتمال اثنين يصير، انه 100% بعض المكانات يصير عمليه ديفيوز للذرات المجاوره وتملي المستوى. العمليه الثانيه انه تجي ديسلوكيشن يصير بها كلايمبنج، تصعد لمستوى اخر، راح تلقي ديسلوكيشن معاكسه لها، شو يصير بها؟ هاي تاكل ذيك، فشي يصير عندي انهيليشن. اذا جاني ديسلوكيشنات لكن بنفس المستوى والتقن، راح يصير ديسلوكيشن بايلد اب، يعني راح يزيد المشكله عندي. واذا صار البايلد اب عدد كبير من الديسلوكيشن بنفس المستوى، ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي فجوه بذاك المكان، وهي الكراك انيشيشن يبدا هنا. لكن اذا جاني ديسلوكيشن في كل وحده بمستوى معاكس للمستوى الاخر، راح وحده تكمل الثانيه ويصير بهن انهيليشن ايضا. نجي اما عمليه اعاده التبلور. درايفنج فورس انترنال انرجي اللي هي شنو؟ هي اعاده التبلور، القوه اللي تحركها. انترنال انرجي اوف ان سترايند اند سترايند جرينز، اللي يحرك عمليه اعاده التبلور هي الطاقه الداخليه للحبيبات المجهده وغير المجهده. فنيو كريستال ار فورمد ذات have a small dislocation density. فالحبيبات الجديدة، الجرينز اللي تنبني الجديدة، بها كمية قليلة من يعني كثافة قليلة من الديسلوكيشن density، حجمها بتبدي صغار، consume cold work crystals. فش راح تأدي؟ تصرف عملية الكولد work اللي صار عندي. فإذا أنا كمثال يعني هسه عندي هاي الصورتين، الصورة الأولى هاي المادة 33% cold work brass.
شوفوا حجم الحبيبي، هاي حبيبي، هاي حبيبي، هاي حبيبي، هاي حبيبي. هنا عملية تونينج صايرة عندي. هنا صار عندي بعد ورا 3 ثواني درجة حرارة 580 درجة، صار عندي نيو كريستالين نيوكليت افتر 3 سكند، عندي بدأت تنمو هنا حبيبات جديدة. وين الحبيبات القديمة؟ جت تختفي وجت تندمج وتطلع عندي حبيبات جديدة. فإعادة التبلور إذا نجي عليها a cold work crystal are consumed، شلون؟ عندي هنا after 4 seconds after 8 seconds هنا نشوف انه انا عندي هاي جرين مجهده، هاي الخطوط اللي تشوفوها البيها هاي كلها توينز، عمليه انزلاقات صارت نتيجه الكولد وورك. نفس الحاله هنا، هاي كلها توينز بدات تنمو حبيبات جديده، التوينز بدا يقل عندي، هذني النقط السود هي انويه جديده بالمستويات الذريه. ورا 6 ولا 4 ثواني انترست الماده حبيبات جديده، انترست. ورا 8 ثواني طبعا درجة حرارة 580 أيضا المادة تحولت إلى حبيبات جديدة كاملة، إعادة ريكريستاليزيشن كاملة. بهالحالة أنا نهاية الريكريستاليزيشن، لأن بعدها تبدأ عملية الجرين جروث وتبدأ تتخشن. فنبدي إذا نفهم الريكريستاليزيشن ميلتينج تمبرتشر علاقة بيناتهم. بالنسبة للرصاص طبعا هسه تقولون لازم أنا أي مادة صلدة أرفع درجة حرارتها حتى بالفرن يلا حتى يصير بيها ريكريستاليزيشن، لكن مو كل المعادن، هواي من المعادن اللي موجودة عندنا بدرجة حرارة الغرفة أو أقل منها إعادة تبلورها، وذلك بعض المعادن من يجي مثل الرصاص والقصدير والزنك حتى لو أشوها بيدي على البارد وتركها ورا فترة ما يحتفظ الخواص الميكانيكية، يرجع شي يصير بيه إعادة تبلور ويرجع الخواص اللي هي السجمانوت مثل ما هي. بالنسبة للرصاص والقصدير والزنك ناقص 4 بناقص 4 درجة زين إعادة التبلور. شلون أحسب هاني تقريبا هي نصف، أنا أقول 327 العفو درجة انصهارة زائد 273 تقسيم 2 ناقص 273 شي يطلع عندي درجة إعادة التبلور مالته. الزنك لو تلاحظون 10 درجات مئوية. الألمنيوم إذا أرفعه البيور البيور إذا أرفع إلى درجة 80 درجة مئوية فقط يبدي إعادة تبلور بعد ما شوي. النحاس 120 درجة فقط البيور كافية تعيد له التبلور. أما البراس 60 40 اللي هو ضفت له الزنك نسبة 40% للنحاس، إيش قدر رفع إعادة التبلور مالته إلى 475، يعني البراس إذا صلد على البارد ممكن يبقى مصلد، لكن إلا أرفعه تقريبا شوي جوا 500 درجة يلا. النيكل البيور 370، الأيرون البيور اللي هو طبعا صعب تكون ايرون بيور 450، اما التنجستين الى ان وصل 1200 درجه يلا تبدي اعاده التبلور به. حاله الجرين جروث اذا نرجع للصوره هذه، هاي الصوره اللي شفناها اللي هي نهايه عمليه اعاده التبلور، نجيبها نفسها هنا مثل ما قلنا بعد 8 ثواني بالهذه بالدرجه الحراره 580 اذا اقول فشي يصير الجرين جروث ات لونجر تايمز لارجر جرين كونسيوم سمولر وانز. Why a grain boundary area and therefore energy is reduced. ايش راح يصير عندي بعد 15 ثانية؟ نشوف ايش قد كبرت الحبيبات اللي هي free of dislocation او very low dislocation density بيها. ذني بدن ينمن ينمن الى ان صار بهالحجم. اوكي؟ الامبيريكال ريليشن مالتها شو تقول؟ هاي exponent type 2 الجرين diameter at time t ناقصا الدي نوت الحجم الاصلي اللي كان تساوي كي تي، الكي هو الكوفيشنت ديبندنت اون ماتيريال ان تي. اوكي التي هو السمول هي اللابس تايم الزمن المستهلك. فاكو عندنا الفرق بالحجم الحبيبي يساوي الكي تي، الكي هو ثابت والتي هو الزمن. فانا اقدر اطلع اقيس هاي واقيس هاي الحجم الحبيبي مالها اقيس هاي قيسها طلع لي رقم التايم اعرفه، لان انا هنا خلينا نقول 8 ناقص 15 خلينا نقول طلع عندي فت 7 فهنا 7 وعندي الدي نوت فانا اطلع قيمه الكي. فبعد ماكو داعي يعني خلينا اذا اريد اعرف بعد كم ثانيه ايش قد راح يصير الدي، مجرد من طلعت قيمه الكي سهلت عندي العمليه. كرسم اخر هو نفس فلسفه ذاك الرسم، هذا اللي شفناه اللي هو هذا
هذا نفسه، حتى أشوف الجسر عندي بالبنية المجهرية. إذا نرجع على هذا الرسم، نفس الكيرفين اللي هو قيمة التنسال سترينث تنخفض، بعد ريكفري ريستلايزيشن جرين جروف، والدكتلتي مالتي تزيد إلى أن توصل حد معين تثبت. فعندي التي ار الريستلايزيشن تمبرتشر هي هاي المنطقة تقريبا. أوكي، شو يصير عندي؟ كولد وورك، اند هنا شوف الشكل الحبيبات، هنا شكلها ريكفري ما تغير شكلها، بس زيلت الاجهادات داخله. اعاده التبلور بدا شكلها يتغير بنمو جرين جديده. عمليه انتهاء درجه التي ار نهايتها صار حجمها كله الحجم الجديد، هاي نيو جرين تولدت صارت هنا. بعد هذا الشيء نهايه الريكستلايزيشن بدايه الجرين جروث، هو عباره عن نمو زياده بالحجم الحبيبي. فهذه علاقتها ويا درجة الحرارة. إذا الريكوفري خلينا نقول بالنسبة للبراس هنا لل200، التي ار مالته بال400، والجرين جروث تبدي عنده بال500. وكل ما تزيد كل ما سرعة الجرين جروث عندي أيضا راح تزيد، الجرين سايز راح يزيد سرعة النمو مالته. أما عملية البناء اللي نشوفه، الدرايفنج فورس فور جرين جروث ريدكشن ان توتال انرجي والجرين جروث فيا اتوميك ديفيوجن. فصير عندي حالتين، عندي قوه هنا درايفنج فورس فور جرين جروث، تجي جرين منا تروح هنا تملي هذا المكان اللي عمليه ديفيوجن نسميها، راحت هنا. اوكي، وعندي حاله اخرى الاتوميك ديفيوجن، فهي الجرين جروث هي عمليه اتوميك ديفيوجن تصير بالذرات، فقسم من الذرات تعبر منها وقسم من الذرات تجي منها. حاصل تحصيل انه هذه البنيه الجديده جت تاكل بالبنيه القديمه. اوكي، او العفو بالعكس، انا عندي النمو جاي بدي من هالاتجاه لهالاتجاه، انه هاي جت تبني الجديده واتجاه البناء بهالاتجاه، فهذا الخط يتحرك بهذا الاتجاه يبني هاي الجرين الجديده. اوكي، بصورة عامة نجي كملخص نقول strength is increased by making dislocation more difficult. إذا أنا من أصعب حركة الديسلوكيشن strength مالي راح يزيد، شلون أصعبها؟ أما بطريقة التنعيم الحبيبي أو الكولد وورك أو السوليشن strengthening. البارتيكولار واي increase strength are to be decrease grain size, solid solution strengthening, state strengthening والكولد وورك. الهيتنج هو شنو؟ الانيلينج كان ريديوس ديسلوكيشن دنسيتي، التسخين هو يقلل من كثافه الديسلوكيشن ويزيد الحجم الحبيبي. نجي على حاله اخرى، خلونا نقول اذا انا ايش عندي تاثير الحجم الحبيبي على الكليفيج فراكتشر، يعني تقبل الماده للتشقق للكسر. وشنو الكليفج فراكتشر حتى نفهم معناه؟ is a fracture usually of، لهنا نتوقف.